صمد الزمزمي رئيس جامعة سيدي أبي قنعة. شكرا لإخوان الصحفيين على المكافاه ديالهم للانشطه ديال الجامعه وهاد المشاكل اللي كتعيشها اليوم. كانت فعلا واحد الوقفه اللي قاموا بها بعض السكان ديال زردال في شان تسويه الوضعيه العقاريه ديال الارض ديالهم. الارض اللي كانت موضوع واحد اعاده الاسكان ديال الدور الصفيح ديال بلديه بوخنادل اللي كانت في 1989. اليوم هذا الموضوع عطى بعد هذه المده الطويله بعد اخذ ورد هذا الملف هذا كانت الجامعه بتشاور مع السلطه المحليه ومع السيد العامل ومع السيد الوالي كذلك ومع المصالح المركزيه ديال وزاره السكنه وسياسه المدينه في التفكير في حل هذا المشكل ديال هذا التجزئه العقاريه اللي دامت طويل واللي هي كانت موضوع ديال دور سكان دور الصفيح. اليوم الجامعه في اطار هذا كما قلت في اطار هذا التشاور قد اقترح ان نشوفوا شي حل، لان مما يكون مع شركه العمران او ودار في اطار واحد الاتفاقيه ما بين شركه العمران والجامعه ووزاره السكنه باش نلقاو شي حل نهائي لهاد المعضله هذه، وبانه يتمكنوا الناس ديال الجامعه السوريه زردال وهاد العياشي ودوي سليم انهم ياخذوا المستحقات ديال الارض ديالهم، وكذلك نحلوا المشكل ديال السكان ديال هاد الجزئيه هذه باش يستافدوا من الرسوم العقاريه ديال الاراضي ديال الديور ديالهم والمحلات ديالهم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.